باسم طبعا صالحين جمع محمد، احد من ضمن الليبيين اللي كانوا متواجدين في جمهورية مصر العربية. اتوجه بالشكر والامتنان الى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعب على احتضانهم لنا طيلة هذه الفترة، فكانوا نعم الأشقاء. وكانت بلدنا الثاني، ما حصلناش ان احنا ورباء، يعني كنا يعني وكأننا مصريين، يعني المعاملة اللي لقيناها في مصر. وكما أتوجه بالشكر والامتنان إلى مؤسسة العدالة أولا ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ حسن تطناكي. لطفي سعد مفتاح رجدان أحد العائدين إلى أرض الوطن الحبيبة، وتمنى عودتنا إلى أرض الوطن الأم تورغاء الذي تبكي العين عليها. وشكرا لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا وحكومة على ضيافتهم في هذه السنين، وقدمت لنا الكثير من علما واجتماعا وثقافة.